سلام يا جماعة، الفكرة اليوم فكرة جهنمية ومجنونة. أوه ماي جاد، عبد الرحمن الأستاذ جاهز؟ جاهز. اليوم حيكون هذا الشخص هربان من السجن. يا أختي علي، هذا بالله يا جماعة، بالله هذا الوجه البريء، وجه مسجون. إي والله. دولي إيش رأيك؟ اليوم بابا حيكون بريزنر. إيش رأيك يعني؟ هاي راح برا، بعدين شرطة هايجي وياه وتو. أوه صح، محسن حسابها. محسن حسابها، حيحسبوك هربت من السجن. لا لا لولي، بريتند بريتند، لا تخافي لا تخافي. أوه خافت على أبوها. طيب يا جماعة، اشتريت اللبس هذا عشان أعمل نفسي اليوم مسجون وهارب من السجن، وكمان مو كذا وبس، وخطفت هذه معايا. أوه ماي جاد، حقي حقي. الأعصاب المقلوبة. المهم يا جماعة، الخطة بما فيها، احنا فكرنا قلنا ليش ما نلبس هذا اللبس ونروح وين؟ انا البس، مو انت. ايوه انا اكون الخطيفة وهو يكون هارب من السجن. مخطوفة مخطوفة يا اميرة، مو خطيفة، مخطوفة. المهم هو انا، وحنحط لك هذول الهاند كابس كمان تلبسهم. الله عليك، عندك هربت من السجن؟ موجودة ولا يهمك، امشي. وبعد كده يا جماعة حنروح مطاعم الوجبات السريعة ونطلب اوردر ونحن جوة السيارة، وحنشوف ردة فعلهم. طبعا انا هحاول اني امثل اني دور الضحية، وانت حاول يعني تقول لهم انا هربت اليوم من السجن ومرة جعان، ما ياكلوني هناك كويس. اوه زبال عن ماكدونالدز حق الله. ايه كلهم كده، وحنشوف جماعة ردة فعلهم كيف حتكون، حتصدقونا ولا حيحسبونا اني قاعد استهبل. طبعا إليد جابت لك اللبس هذا، اهم شيء القبعة. يا جماعة انا ما اعرف في الامارات كيف يلبسوا المساجين. بس خلاص حنلبس هذا المخطط، مدري هو حيلبس المخطط هذا. ايش رايك كذا اسوي لك كذا شوي مكياج كانك وسخان؟ ايوه ايوه ايوه، كاني مبهدل. اي اوكي خلاص يلا. المهم يا جماعه، قبل ما تشوفوا هذا الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وكمان لا تنسوا تشتركوا في قناتي الثانيه وفي سناب شات، دائما انزل لكم هناك يا جماعه. تعالوا سنابي ونوروني، وعلى الانستغرام وقناتي الثانيه امير ستار. وبس يلا نبدا. مسجون مسجون مسجون، هارب من السجن، هارب. لا وكمان باين انك قاتلت عشان تهرب من السجن. ايه طبعا لازم، اصلا انا وسخ يا جماعة بوجه. بس دقيقة، في حاجة اميرة. ايه؟ ان شاء الله مسجون ملابسة نظيفة صح؟ والله دقيقة، لازم وسخ. لا لازم اسمع، حاجة تحت التراب كده واقعد ادور في التراب لما توسخ. ترى انت حتغسله بعدين، ماني صلاة. يا يا جد على هذه. لا مسجون عامل في امك اقول لك. المهم يا جماعة، حنروح مطاعم الوجبات السريعة وتسوي لهم بقلب على كيف والله كيفكم. والله أنا خايف أحد يتصل، يتصل بالشرطة. أوه ماي جاد، هذا لا لازم أنا كمان أجيب هذا يغطي وجهي ويدي. لازم أقول لهم بعدين إنه مقلب ترى. إي لازم يتصل علينا بالشرطة بعدين. وصلنا المحلات، طبعا هي بجنبنا، بس الحين لسه ما قربنا. ليش؟ لأنه لازم أنا أمثل دور الخطيف. المخطوفة. مخطوفة مو الخطيفة. يلا. لا. Shut your mouth. ليش كذا؟ لازم اقفل فمي كمان. اوكي احاول ما اضحك. لا ايش؟ او ماي جاد، لا لا اكيد انت تتمنى هذه اللحظه صعبه زمان. يلا طيب خلاص، من الان وراها يا جماعه ما حتسمع صوتي. لا توقيت غلط. طيب يا جماعه، وصلنا مطعم ماكدونالدز، دحين حنروح راح نطلب. او ماي جاد، يلا بسم الله داخلين مستعدين. ايه عيش الدور، عيش اخرسي. هاو ار يو برو؟ ام فيري جود سير، هاو ار يو؟ بليز جيف مي ون هابي ميل. هابي ميل؟ يس، اتس بين سو لونج ذات اي ايت هابي ميل. But everything you want. I'm so hungry. Okay, I'll get chicken burger, okay? Yeah. With apple juice? Yes. Okay, and then? That's it. Thank you so much for your next window for the payment, please. في أحد يطلب باقي في حرامي مسجون؟ مسجون يطلب باقي. What? أنا انسجنت وأنا صغير. اخرسي. لا أسوي نفسي نايمة، أسوي نفسي كده. مغمى عليك، مغمى عليك، يلا. لحظة وضعية الشرير. يس برو، هاو ار يو؟
Yes, bro. One happy meal, please. What happened here? Nothing. Huh? Nothing, bro. Is this okay? No. Don't worry. Don't worry. Mom? Don't worry, bro. Don't worry. No. It's just joking. We just joking. Look at the camera. It's not a prank, help me! Take your mic! Just joking, look at the camera, don't worry, bro. No, let's seriously. Just vlogging. والله طبينا في ناس مو صحيين. قالوا لي حتصل الشرطة بجعاني. تستهبلي؟ لا كده ستوب. هنا ستوب ستوب. أنا مرة تعب على طول. إي والله. تستهبلي؟ والله قال اتصل على الشرطة وتهافت. والله إنه كان مرعوب. شوف أنا ضحكت أنا قعدت أضحك بوجهه عشان أبين له إنه ترى قاعدين نمزح ترى إيش بك؟ وأنا قاعد أقول له هذا مو مزح. وأنت تستهبل قاعدة؟ أبى أشوف ردة فعله إيش يقول. لا بلا هبالة لا كده ستوب والله. والله قال يدي شيل يدي. يلا تعالي يقول لك تعالي. طيب يا جماعه وصلنا الحين قدام ماكدونالدز بس فرع ثاني نشوف رده فعل الموظفين. ان شاء الله تطلع بنت يا جماعه البنات الرياكشن حقها بتكون احلى. يا شيخ الولد كان حيتصل بالشرطه تقول انا مجنون. بسم الله. Hello bro, how are you? Good, sir, how are you? Good. Okay. I'm so hungry, bro. Sorry? I'm so hungry. Give me Caesar salad, please. Okay. That's all? That's all. Thank you. Thank you so much. سيزر سلط هنغري وسيزر سلط سلطات فتوش أحلى. صحتي في السجن يا أميرة ما كنت أكل سلطات. صح. Yes bro, how are you? Yes, where is my Caesar salad? I'm so hungry bro. Please, quickly. ما في ردة فعل أبدا. Don't talk. I told you. Shut up. I escaped from the prison. I'm so hungry. I kidnapped her. She had a nice car. Where is the money? Give me the money. Give me the money. Brother. Are you good? What happened? I stole her car. I ran away from the prison. Please. How much is it? Okay, fine. Huh? Fine. You need more? Don't worry, I will give you. It's my money. It's her money. No, brother, no. Shut up. No, brother. How much is it? Okay, fine. Is it 30? No. How much? 34. Okay, take it. Don't worry. No. Bye. And keep the change. Oh, thank you. Okay. Brother. Shut up. Bye. Give me please one ice cream. Whatever. Corner. Phone? Yes. Phone? Yeah. You have application? No. Thank you.
One French fries also. One French fries. What size you want? Yeah, regular size. Regular size. Yes. Okay. No, thank you. Thank you. Next one is a fish. قاعد يتكلم يا جماعه قاعد يتكلم يا جماعه طنشني الرجال اصلا من قادر صفنا عمليه خطف هنا يا رجال وانا قاعد اخذ طلبات ورنا ورنا How are you bro? Yes, been so long that I eat ice cream. Okay. I'm so hungry. I escaped from prison. Yes, I escaped from the prison. Yeah, and I took her car. Thank you. Next door or here? Are you sure? Shut up! Hey, brother! Bye. Brother! My friend, it's not me! What? Don't talk! Shut up! Shut up! Yes. Brother. Thank you. I have been so long. 10 years I don't eat ice cream from McDonald's. Brother. Oh. Yes, good. Thank you so much. Don't talk to her. Shut up. Shut your mouth. What is that? Is it regular size? Oh. Brother. Brother. Brother! Thank you, bro. Are you surprised? Yeah. Huh, really? Yeah, really, I'm afraid. Can I take video for you? Oh my god, it didn't come home! And you told me I'm hostage? You thought that I'm kidnapped? Yeah. Really? Yeah. Oh my god! It's a mom hub! Oh my god! But why did you not call the police? Did I look like a criminal guy? Look like angel. Just because I offered. Then when I'm be there, then you leave already from there. It's a prank. Nice to see you again. Yes, to see you. Help her, help her. Hello. Did you believe us? Did you believe us? Tell me. Why I believe? I will never believe that one. Really? No, you believe. I saw you do like no, that. No, I was just. You shocked. I yes, saw you. I'm a good actor. Yeah. I saw you Say nervous. It. I saw you. Because, no, you are wearing this one, guys. Poor and wearing this like this. Tell me the truth. Do you believe or not? No. A little bit. No. Little, yeah. Little, yeah. Okay, I know, guys, that I صدق شوية. A little, but not too much. I know it was like something you are doing because the baby was backside, right? You saw her. Yeah. You saw her. The baby was right here. All right, all right. Yeah, Fatoush, yeah. All right, thank you, sir. Thank you. Okay. All right, please. Come on, bro. Please. Yes. No. Mommy, so nice. Thank you so much. Thank you, sir. You're the best. Thank you. Good night, please. Please help me. Help me. يا جماعة عندنا هذا سلطة ببلاش. ما شاء الله كل يوم حتسوي لهم مقالب عبد الرحمن. جد. كل يوم حتاكل ببلاش. طيب يا جماعة قررنا كده على السريع ونحن راجعين البيت اننا كمان نمر على المحطة ونعمل نفس الحكاية ونشوف ردة فعلهم هناك. إن شاء الله ما يخاف. لا إن شاء الله ما حيخافوا. تعالي هنا يا مخطوفة تعالي خلاص خلاص يلا تعور اوه ماي جاد خلاص خلاص لولي يلا تخبي لين يلا طلعي يس برا بليز فل فل تانك فل تانك قاعد يطلع راحت السيارة
ما في ري... ما في رياكشن ما في رياكشن مره والله ايش ذا ايش ذا امسك الكاميرا لازم اصورك دقيقه يدي يدي قطعها رجعت يا طلعت رجعت لا ما في رد فعل ما في والله يا دعم بنزين يا عبد الرحمن قرر كمان يدخل بقالة بدل منظر او ماي جاد يو هاف بريزنر هير لا هذا لا برو برو كان كراش ماي ماي هيد ايه كانك ماشي يعني ما سويت يوه طيب على الاقل على الاقل ابتسم اضحك ابتسم ما تضحك ابتسم ادري يعني شوية ابتسامة او انهم يستحوا يبتسموا او يضحكوا ما ادري بس تعرف شيء بعد ما رحت انت قاعد يطلوا فيه يبتسموا والله العظيم والله والله كلهم هذول اللي طنشوك قاعد يبتسموا بعد ايش بدري المهم يا جماعة بكذا نكون وصلنا لنهاية الفلوج ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا وان شاء الله يكون عجبكم فلوج اليوم والتجربة الخطيرة اللي سويناها عبد الرحمن المسجون انا خفت والله أصلاً. انا ليش انا ليه لا اكلمك اصلا انت هذا ايش انا مجرم يعني ايه مجرم مجرم شوف يدي لا قدام لسه موجود يلا يا جماعه نشوفكم على خير بفلوج ثاني احبكم كثير وزي ما قلت لكم يا جماعه لا تنسوا تشتركوا في قناتي يا جماعه اميره تبغاكم توصلوها مليون بسرعه بالله شدوا حالكم باختصار جديد مليون يا جماعه يلا شدوا الهمه وسناب شات احبكم كثير ولكمان اللي ما يلبس نشوفكم على خير فلوج ثاني